مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ماد ميديا مشاكل الظهر كثيره على طول عندنا الام بالظهر وما بنعرف شو هي وكل شيء كل شيء كل من شيء بنحطه بنقول خلص بالاخر بنوصل لما بنعمل علاجاتنا يلا لما ما بنروح عند من الحكي بنعمل نحن علاجاتنا الخاصه يعني بنروح عند الجارة بنسمع كلام الأصحاب بننزل عند الفرماسيا مع احترامي للصيادلة بضل عنا أوجاع ظهر بالآخر بنشخص لحالنا بنقول عنا ديسك عنوان حلقتنا لليوم الديسك إنما مش تشخيصنا نحن الشخص للديسك إنما تشخيص الطبيب يلي بقلنا أي متى بنوصل ليصير عنا ديسك وشو هو الديسك شو عوارضه شو أسبابه اكيد في منا اهمال كثير ونحنا كثير وخصوصا السيدات نحنا بنضل مهملين بحق حالنا وشو التشخيص تبعه كيف من شخصه وشو العلاج تبعه بالاضافه انه ما رح نقدر نمرق انه ما نحكي عن ديسك الرقبه خلونا نسال اسئله ونطرحها ونعالج هالمشاكل مع ضيفنا لليله الدكتور اليل واق اختصاص جراحة أعصاب ودماغ أهلا وسهلا فيك وبرحب فيك أهلا. ببرنامج برنامج ماد ميديا أهلا وسهلا دكتور لواء مثل ما سمعت بالمقدمة أه لما بيوجعنا ظهرنا على أه لونج وعلى طول بنقول يلا صار عنا ديسك نحن بنحكم حالنا مظبوط مظبوط فإذا خلينا نعرف المشاهدين شو هو الديسك بحد ذاته أوكي ديسك هو يع... هو اصلا شغله موجوده بالظهر هي الديسك هي مثل نوع من الرفاص اللي هو بين خرزتين الديسكات <applause> <applause> ديسكات موجودين بكل الفقرات <applause> هلا بس نقول واحد عنده ديسك معناتها الديسك طالع من محله وكبس على العصب مشان هيك رح نشوف هلا على الصوره ذاك جبت لنا اياها تشوف العالم اه عن شو عم نحكي ايه مزبوط اه فقلت لي الديسك هو بكون اه موجود مثل كارتيلاج اي مثل نوع من ال اه هيدا هو اللي ايه. فوق؟ كلهم اللي موجودين اللي لونهم ابيض ايه. ما عدا الاخراني مكتوب فوق ال5 وتحت اس ا ايه. هذا الديسك هو اللي نابق لبرا وكابس على العصب بنشوف الصوره اللي مكتوب عليها آه فوق مهم. العصب طالع من المجرى من السنسلة هيدي الكبسه على العصب هي العصب الديسك. اللي هني لونه بني لا لونه ابيض فوق على اه لون A أبيض. على آه. آه. اه اوكي اللون أوكي. بني هو العظم هو العظم آه. من ورا أوكي. والديسك هو الفيبر اللي هو الحمر أيه. والابيض اللي جوا هو الجيلاتين اللي بيطلع وقت اللي يصير فيه في في بهذا الفيبر <applause> وبس يطلع بيطلع مثل معجون السنين وبيكبس على العصب هذا العصب بيروح على محل بالاجر وبيعطي هالوجع اللي نحنا شايفينه الصوره البي والسي هن صوره اي ERM ار ام او رنين مغناطيسي اللي هو بيبين ال ال الارني ديسكال الفتق بالديسك اللي طالع لبرا ببين على هالصوره وهي هذه الصوره اللي بنعملها عاده تنعرف التشخيص. اوكي، لكن هلا عرفنا شوي شو هو الديسك، خلينا نشوف اذا بدك العوارض تبعونه لما بيجي لعندك المريض وبيقول انا نحن عم نحكي ديسك الظهر هلا، هلا بيجي لعندك عندي وجع ظهر هل كل وجع ظهر هو ديسك؟ أه لا لانه اوجاع الظهر كتير شائعه مين منا ما عمل وجع ظهر بوقت من الاوقات الظهر هو عده اشياء يعني فينا عده عنا العضلات عنا الاوتار عنا المفاصل اللي بالعمود الفقري عنا العظم وعنا بعدين الديسك يعني مشكل وجع بصير بالظهر اوقات كمان في او جاي بتجي من الكلاوي او جاي بتجي من محل البنكرياس من الاعضاء اللي بالبطن حتى بتقدر تعمل تضرب على الظهر تضرب على الظهر ومنفكر انه هذا الشيء اوقات الشرايين الاورت اوقات اذا كان في شيء مشكله مشكلة مهمة بالأورت بتقدر تعطي وجع ظهر كتير قاسي و يعني وهذه خطرة يعني مفروض يكون هلا هدول فتنا فيها بالاسباب نحن، فتنا بالاسباب هلا بس عم نحكي ال... بالعوارض، قبل ما نحكي بالاسباب الأسباب اكثر من العوارض بعتقد الأسباب إيه بس نحن عم نقول مش كل وجع ضهر بيجي, بيجي من الديسك. الديسك. بيقدر يجي من عدة هالاشياء اللي حكيتهم، والإذا اذا بده يجي من الديسك في إله مثل تحديد او اشياء خاصة فيه خصائص. الخصائص هي أول شيء يعني اللي بيعطي بس الديسك يبلش ينبق لبرا بده يعمل وجع بالظهر في ناس كتير بيعملوا شيء بنسميه لومباغو او تشنج بالعضلات بالظهر بخليهم يقولوا مثلا وجعني ظهري كتير كتير قوي لدرجه انه ما عاد قدرت قمت من التخت ولا عم بقدر جلس او لاوي على فرد ميلي او منحني هول كلهم لومباغو هذا كمان بتصير بتصير بيقدر يرجع صح منا المريض بيقدر يرجع تصير معه السنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها هذا اللمباجو هو بيكون مثل انذار او مثل انه الديسك عم بيكبس على هول الفيبر اللي حكينا عنه قبل ما ينبق لبرا متى ما نبق لبرا بيروح وجع الظهر ببلش وجع الاجر لانه بيكبس على العصب والعصب هو بيصير يعطي الاشاير اوكي وكل عصب عنده مطرح معين بالاجر أوكي. نحن ساعتها اذا قلنا مثلا عم يوصل الوجع او التنميل لاصبع اجري الكبير نعرف انه هذا اي عصب موجود بالظهر او عم يوصل على الميله البرانية من القدم من الأصابع الصغار كمان بنعرف أي عصب لأنه هون أكثر عصبين بيندقروا بهذا الديسك يعني بالديسك الظهر ممكن المريض يوصل لعندك ما يقدر يمشي ويكون سببه ديسك؟ أكيد في مجال يوصل أكيد. أنه ما يقدر يمشي قصدي أو بيمشي شوي صغير وخلص بيعمل بلوكاج بإجره مزبوط ممكن يكون هيدا هو أغلب الوقت أنه ما بيقدر ما بيقدر يقوم ما بيقدر يتحرك اكثر من الاجر الاجر بتقدر تضعف يعني العصب بيقدر يعمل ضعف وما يعود يقدر يحرك مثل ما لازم هيدي بس بنسبه قليله اكثر هو الوجع على الظهر اكثر شيء هلا رح نحكي على الدياجنوستيك ديفرنسيال يعني شو هن ال... الاشياء التشخيص اللي بيكون مثله مثل الديسك بس هلا تنشوف على الاسباب اسباب الديسك هل فعلا مثل ما بنقول لانه بنحمل كثير بحياتنا لانه منكون شباب ومننتبه على طريقة حمل الأشياء الثقيلة هل هو فوبا شيء نحن عملناه قرر يصير هيك ولا هيدا مع العمر بيجي هل في له عمر محدد كمان؟ كل اللي قلتيهم مضبوطين كلهم مضبوطين كلهم كلهم <applause> كتير <applause> مليح مرض شائع هو الديسك ديسكال او الفتق بالديسك هو مرض شائع منو مرض هو منو موجود ايش موجود موجود ايه؟ معنا؟ بين واحد وثلاثة بالمية من الاشخاص بيعملوا ديسك اكتر عند, عند الشباب اكتر من عند البنات <applause> آه ليش؟ لانو الحركة عند الشباب اكتر واكتر عند الجان من عند الاكبر بالعمر <applause> ليش؟ لانو كمان بيحركوا اكتر السبب الاساسي اللي نحن بنساله بس حتى يجينا مريض ونعرف انه عنده ديسك حامل شيء ثقيل هذا هو اول سؤال نساله اياه وهذا هو اغلب اغلب شغله يعني ما بننتبه على حالنا بنخ وبنحمل ما بنستعمل اجرينا نحن ونازلين هذه شغله وحده من بنتوقعها الاشياء اللي يتوقع فيها بعدين الواحد بس وهذه شغله ثانيه في ناس بيبقوا بيعملوا مثلا سبورتس يسمون ايه الاكستريم سبورتس او بنطوا تنعتبر بفزوا الوسب الطويل الوسب العالي ايه الكل شيء بيعطي ضغط ضغط على الظهر او بيعطي ضغط على هذا الديسك بيقدر يعمل انيسكال هلا مع الوقت هو بنشف الفيبر اللي حول الديسك هم. بتنشف بتصير الطقطق وبعدين بيطلع الديسك لبرا سوري وهيدي اللي بيخلي يصير في اوقات وجع ظهر بعدين بيروح بعدين بيرجع بعدين وجع ظهر بعدين وجع ظهر وجع اجر اوكي هول هن الاشياء اللي بتصير عاده أه التشخيص اكتر شيء هو على الخبريه انه كيف صارت معنا القصه أي بس العوارض ما بعدنا بالاسباب قلنا هدول هن هول الاسباب أسباب. في أسباب, اسباب اسباب جينيه أسباب يعني, يعني هو معقوله وراثيه؟ بيقدر يكون عندهم بالعائلة استعداد جيني بنسميه لانه الفيبر عندهم منا الكاليتي تبعها منيحه هي بتكون هيدي بالجينات اللي اما بالعائله يا اما هو عنده خصوصا للشخص اللي بيصير في عنده ديسك اوكي هلا تروح على التشخيص نعم بس قبل ما نروح على التشخيص بدي بدي اشوف اللي بيجي قبل ما نروح على تشخيص الديسك ككونه ديسك أه نشوف انه اوقات كمان مثل ما حضرتك قلت انه بيجي لعندك المريض عنده أه بيعمل تشنج بعضلات الظهر، عنده لومباجو، أه في كثير اشياء أه بتتفاوت على انه تكون هي ديسك صراحه، وانتم بتعرفوها بالمعاينه السريريه ولا لازم تلجاوا للصور تتعرفوها؟ هلا أه في على مثل ما حكينا على الخبريه <applause> تقدري تساليه عده اسئله تانية اذا كان في عنده مشاكل المسالك البوليه اذا في عنده حريق بالبول بصير نتجه على مشكله انه وجع ظهر جاي من الكلوي او من شيء تاني اذا في عنده مشاكل الجهاز الهضمي او هيك نحن يعني الانتروغاتوار او الخبريه هي اول ديمارش بال. اول يعني. اول شقفة من التشخيص هي الخبريه هو شو بيحكيكي وهو بيقول هو بخبرك هو, هو بيعطيكي اذا بدك التشخيص المريض عاده بيساعدك بهالموضوع هلا شغله ثانيه الفحص السريري اكيد ولا نفحص المريض بنعرف على عده اشياء معينه انه هذه الشغله جايه من من الظهر او جايه من الاجر اذا فحصناه وشفنا انه مشكله الوجع الاجر جايه من الورك اللي هي هذه شغلة بتخربط بين قصة الظهر والورك مزبوط. ساعتها ساعتها بنطلب له مثلا فحوصات للورك لحتى نشوف إذا في التهاب وهذه شائعة منا شغلة قليلة يعني مه. في ناس كتير بيقدروا يكون في عندهم مشكلة بالورك ومنفكرها ديسك بالظهر شو بعد في اشياء تانية ممكن بالظهر تشنج بيقدر يكون تشنج عادي بيقدر يكون ما بعرف أه تغيير المناخ بين سقع وسخن بين ما بعرف مزبوط يعني كمان ممكن متل ما قلت يكون جهاز هضمي دارب على الظهر ممكن يكون ما بعرف اوقات المراره بتضرب على الظهر والاكتاف كله بيعمل مزبوط عشان كله بيصب على الظهر <applause> بالاخر نحنا بدنا نعرف ايمتى بنعرف انه نحنا عندنا ديسك هو يعني صعب الواحد يعرف حاله بدون ما يكون عنده فكره قبل او اذا ما صايره معه على الانترنت حكيم أو بفوت على الانترنت والانترنت بيقول له انت هون عندك ديسكو يمكن ما يكون ما هو هذا المشكله المشكله انه وقت نصير نحن بدنا ننبش لحالنا أنا إذا عندي شيء بسيارتي ما بقعد نبش على الإنترنت لأنه أبداً مش مرسي عارف. ميرسي على هالجواب، ميرسي <applause> على هالجواب، مشكلة نحن عنا بلبنان إذا عنا شيء بالمضبوط بالسيارة ما بنفتش دغري بنروح عند الميكانيكيان بس لما نروح عند الحكيم بنفتش على الإنترنت مزبوط بنيجي بنخبره من للحكيم نحن شو رأينا <applause> إيه بقى شو بيطلع رأيه بالآخر بيطلع عنده ديسك ولا لا؟ <applause> بصير يعطى الهم الواحد بصير يلاقي اشي على الانترنت بتخربط له راسه بصير يتجه على اورام مش موجوده على ايه امراض ايه بالظهر ايه او هيك اشياء يعني انا ما بنفضل لأنه ما يعني هلا بيقدر اكيد كل العالم صارت على الانترنت والجوجل موجود لكل العالم ولمساعدتنا بس مش لحتى نعذب حالنا اوكي لكن هلا نرجع على التشخيص التشخيص هو الاي ار -ERM ام ولا سكانر ولا مجرد ما فحص سريري حضرتك قدرت تعرف شو هو؟ هو لزيادة التأكيد او لتأكيد التشخيص اذا بدك هي ال إم ERM احسن صورة ممكن نساويها لحتى نعرف اذا في فتق بالديسك ولا لا الاي ار ام هو اضبط شغله حضرتك جبت لنا صوره يمكن تنشوفها بأ... أيه كمان نشوفها ونعلق عليها سوا حتى أيه. نشوف كيف آه لما حضرتكم بتقولوا وين في المز هيدي الصوره مزبوط هلا اذا بنشوف نحن الديسكات اللي فوق اللي هن لونهم اذا بدك او حواليهم اطار اسود اوكي هول الديسكات هون الرمادي هو الفقرات ايه هيدي آه معلش رح بالفرنسي كوب ساجيتال ان تي دو هيدي بتبين ال وين الديسك موجود؟ الديسك موجود مطرح السهم السهم اللي موجود شفنا شفنا شيء طالع لبرا هوليك ما عندهم شيء طالع لبرا مضبوط هيدا بين ال5 والاس ان اي ال4 ال5 ال5 اس ان هن تون اكثر اكثر مطرحين بصير في عليهم ديسك هاي دول يعني انا كنت بدي اسالك وين اكثر ايه واكثر ال4 اس 5 وال5 اس 5 رح نشوف الصوره الثانيه يمكن كمان بتفرجينا اكثر كمان هون ايه هلا هيدي شيما بفرجينا محطوط الارقام الديسكيت محطوط ال1 ال2 ال3 ال4 ال5 وتحت اس ان اوكي بنشوف فوق فوق ال1 وتحت ال1 هذا ديس طبيعي منه مريض بعدين اذا بنطلع نزول ببلش الديسك ببلش الديسك, الديسك يعمل بروتروزيون او, أو نتوء لبرا اذا بدك بدون ما يطلع ويطلع لبرا ويصير في فتق بعدين بيزيد بعدين طلعتي على الالكات صار برا تقريبا والالسانك السانك اس طلع وصار طلع صار تحت لنزول صار اكثر على العصب صار كابس على العصب صار عم يعملنا مشكله دونك <applause> ال ال5 ال5 اس هون كبسين على العصب اوكي لكن نحن أه قبل لانه وقت محورنا الاول انتهى أه بدي اسال بس مزبوط وين بيكون الديسك مش معقول يجي الديسك بسلسله الظهر من فوق بيجي من تحت يعني اغلب <applause> 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 الوقت عند الاشخاص العمر الفئه العمريه الجان يعني بين ال20 وال50 <applause> <applause> هون تقريبا بيجي هلا اذا اكبر من هيك بيصير في ديسكات بس اعلى لانه بيصير في مع العمر مع العمر بيصير في ديجنسس بيصير في آه، ارتروز آه، وحده آرتروز من يعني الاشياء اللي بنسميها مثلا تكلس انا بنسميها تكلس بس هو تعب تعب آه بكل الـ بكل السيستم تبع الظهر اللي هو المفاصل الربطات الديسك آه وال والعضلات العضلات <applause> لكن نحن وقت محورنا الاول خلص بدنا نوصل للعلاج بالمحور الثاني بالاضافه نحكي شوية عن ديسك الرقبه مشاهدينا ما تعملوا زابين لانه وصلنا للعلاج بكون تشوفوا كيف بنعالج الديسك وما تخافوا وتتوهموا لانه ما يقولوا لكم انه ما بتصحوا لا اذا عالجتوا وشفتوه بالاول بتصحوا خليكم معنا رجع لكم عوده لكم مشاهدينا ولمحورنا الثاني بموضوع حلقتنا الليلية اللي هي الديسك، مثل ما شفنا بالاول باول الحلقه كنا حكينا عن العوارض والاسباب وطريقه التشخيص وكيف لازم نشخص اكيد بدنا نروح عند الطبيب المختص ما بنروح عند جارنا تنشخص انه ديسك وبنعمل نحن علاجنا الخاص، بالاضافه انه بنروح على الانترنت اذا بدنا نروح على الانترنت لازم نعرف وين بدنا نروح هلا وصلنا للعلاج دعوني رحب انا وانتم كمان بضيفنا اليوم ليلى دكتور اليلوا اختصاص جراحه اعصاب ودماغ بجعب برحب فيك آه دكتور لوا وصلنا للعلاج وهل هناك طريقه غير الجراحه اكيد اه اكيد اخي يلا لك تنبلش طريقه الطريقه الجراحيه الاقل بالديسك اه عن جد معلوم لانه الديسك عاده علاجه هو الوقت الوقت هو اللي بيصحح الديسك مشان هيك نحنا منقرر اوقات كتير انه ننطر قبل ما نعمل علاج للديسك جراحي لانه اذا نطرنا شهرين اوقات نطر ننطر ست شهور قبل ما نعمل العلاج ليش لانه ناتشورال هيستوري يعني اللي هو الخبريه هي انه بصح لحاله الديسك هلا في طرق كتير نقدر نحن نساعد لحتى نسرع بهالامور منهم الادويه <applause> الادويه اللي نقدر نعطيهم مثل انتي <applause> انفلاماتوار مثل <مسكيني>. ادويه للوجع بين <applause> كيلرز <applause> مثل اشياء بتغير نوع الاوجاع اللي بالاجر نقدر نسويهم آآ كمان آآ غير الادويه في عندنا طريقة كيف يقعد كيف يقوم لازم على طول لايف ستايل لازم يكون هو هلا يعني انا لك لايف ستايل ايه ما بيأثر شوفر سيارة مثلا <applause> شوفر بيوس <applause> او شيء هيك <applause> <أو شيء تصفيق> معرض كثير انه يصير في عنده اوجاع ظهر وديسك كمان بنقول له مثلا اذا فيك ترتاح من الشغل فترة معينة يعني او اذا بدك تسوق بدك تسوق شوي توقف ترجع تقوم تمشي ترجع تقوم وترجع تسوق سو so هذه وحده من الاشياء اللي فينا نحن ننصح فيها اذا حدا عامل بيشتغل بمعمل وهو شغلته انه يحمل مثلا منقول له كيف يحمل يستعمل اجريه بدون ما ينخ ويشقل لانه هذا اخطر شيء يعني على على هلا نحن على البريفنسيون هلا كمان هدول ممكن يمشوا على البريفنسيون كمان يمشوا على البريفنسيون وبيمشوا كمان على الديسك بخففوا الاوجاع بعدين اذا بيقولوا لك مثلا اذا نحن بننام اذا عندنا ديسك بننام على آه خشب ما في ما في لزوم ما في لزوم بينام على تحته العادي لما كان يبرق ظهره يحطوا له خشبه تحت المطلع مزعجه كثير النومه وما كثير بتساعد بالنسبه ليرجع الديسك لمحله بده يرجع الديسك لمحله بده ينشف <applause> هيك بيصح الديسك بينشف يعني وبيزيح عن العصب اذا ما زيح عن العصب خليني بس كمل لك اياها بذات أي. الاطار اذا ما زيح عن العصب نحن بنقدر نساعد بابر حد العصب ابر كورتيزون آه, بسموها انفلتراسيون بنعملها وهيدي آه مفيده بحالات معينه بتقدر تساعد لحتى العصب يخف التورم عليه والتوهج عليه ساعتها بننطر وبيمشي الحال هلا آه قبل قبل, آه. قبل 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 ما نوصل في سبب رئيسي يمكن نحنا من احد الاسباب الرئيسيه هو الوزن مزبوط هيدا ما تطرقنا له هلا حضرتك انت عم تحكي اجى على راسي ما عم بتقول بيحمل تبس آه. بس كمان في ناس هن حاملين وزنهم آه وزن مزبوط هلا في كمان الناس الحوامل والسيدات كمان. الحوامل ايه آه. آه. السيدات الحوامل كمان معرضين انه اذا زاد وزنهم إيه يعني بده يزيد وزنهم اذا اذا معرضين لاوجاع ظهر ولا شو اسمه بس مش بالضروره يكون في ديسك يعني مهم. من وراء هلا الاشخاص اللي بيكون عندهم زياده وزن مهم. ويكون عندهم ديسك بننصح انه يعملوا حميه وينزلوا بوزنهم على القليله ما يزيدوا مهم. بس كمان اذا بينزلوا بوزنهم بخففوا الاوجاع الظهر وبيمكن يصححوا الديسك اسرع. اوكي، okay. شو رايك بالعلاج الفيزيائي وايمتى بنرجع له قبل ما نوصل للجراحه، شو رايك بالعلاج الفيزيائي؟ العلاج الفيزيائي مهم، هلا في اوقات أه في ناس بيعطوه دغري وقت يشوفوا انه في عندهم ديسك لانه في اشخاص مؤهلين انه يعملوا مانوفر او يعملوا اشياء لحتى يخففوا الديسك والاوجاع انا بالبراتيك تبعي انا بوصف فيزيوثيرابي عاده وقت يخف الوجع عند المريض مش وقت يكون في وجع كثير قوي لانه بده يروح الوجع لحتى نقدر نساعد بالفيزيوثيرابي هلا مش انتقاص من الفيزيوثيرابست انما في ناس دغري بيروحوا عند الفيزيو وبياخذوا له صوره يعني بيقول له الفيزيوثيرابست المعالج الفيزيائي عندك صوره فرجيني صورة وعلى اساسها هو ببلش له ما بتصير معك ولا ما بتصير معك بتصير هلا الخطر بالموضوع بالفيزيوثيرابي واكثر بالكايروبراكتيك <applause> آه هن المانوفر اللي بيعملون مانويال <applause> المانويال <applause> ايه المانوفر اذا كانت انعمل بطريقه مش سليمه بتقدر تزيد الديسك وبتقدر تعمل تاذي <تأزي> وتعمل له نوع من الشلل للمريض وصايره قبل مرة وشايفين ناس عاملين هالمانيبيولاسيون وصاير في عندهم مشاكل سو ينتبه الواحد آه انه يتاكد وين بده يروح ويعرف شو الاشياء اللي ما مفروض تنعمل الكورسي المشد امتى بنحطه كورسيه ما له كثير آه ما له كثير افاده الا انه بخفف الوجع مؤقت وبس بيرخي العضلات كمان بذات الوقت يعني بده يحطوا واحد ويتكل عليه كل الوقت نحن بنحطه اكثر سات اللي بيكون في خلل بالعمود الفقري بالعظم يعني بنحطه لحتى نخفف الاوجاع اكثر من انه للديسك بحد ذاته اوكي سو so للديسك بحد ذاته ما كثير له فايده يعني آه رح نحكي بالوقايه هلا بعد شوي مطولا خلينا ننتقل للعلاج الجراحي بالجراحة آه، رح نشوف هلا بالصور كمان كيف بتتم الجراحة هل فعلا انه بالزمانات كنا نسمع دكتور وحضرتك بتعرف كمان انه لا 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 ما بيصح وبتعاود والجراحة مش منيحة ايمتى بنوصل للجراحة؟ هلا بنوصل للجراحة يعني في إذا مرق على الأدوية اللي عم نعطيها لا يعني نحن حكيناهم قبل وعملنا إبر تنعتبر انفلتراسيون وما مش الحال ساعتها مجبورين نلتجئ للحل الجراحي، الحل الجراحي هو نشيل الضغط عن العصب، هذا هو المبدأ أي. آه منشيل شقفة الديسك اللي كابسة على العصب، هذا كمان الـ الأساس أوه. ومثل ما نحن شايفين هون آه شقفة الديسك اللي طالعة لبرا يعني الزرقاء هي اللي طالعة لبرا هي هذه اللي لازم تزيح عن العصب آه عدة طرق الطريقة اذا بدك الاكثر شيء اكثر شيء شائعة, شي شائعة أكثر شيء متداولة هي الديسكتومي الديسك ايه. ديسكتومي هي وقتها بنشيل نحن هذا الديسك بطريقة فتحة صغيرة بالظهر بين الفقرتين بنقدر <applause> نستعمل اللوب بنقدر نستعمل ميكروسكوب او بنقدر نعملها اذا بدك بالمنظار اه. كمان آه بجميع الاحوال الديسك آه اذا بحال انشال اذا بحال انعمل أيه. اذا بدك بالوقت المناسب م. واذا بحال انشال آه 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 هذه صوره ثانيه هلا احكي عليها واذا بحال انشال وبالمكان المناسب ما لازم يكون في مشكله من ورا لحظه شفنا انه في هيدا اللي نازل هيدا النادور قصدك عليه بتشيلوا كل هالماتير هيدا ما بعد ما بتحطوا شيء محلها لا ما بينحط شيء محلها هو بالديسك نحنا بنشيل الشقفه اللي طالعه أي. لبرا وخلص وبتسكروا ابدا ما بتقدروا ما... شيء ثاني بس انتم بت... بتشيلوا هيدي الشقفه مزبوط اي هلا فهمت لانه تعرف اكثر انه كيف بتصير لانه انا قلت بلكي انه لانه خطره ولا ما خطره العمليه الخطر العمليه هو المشاكل المحتمله اللي بتيجي من وراها أي. وهلا بما انه هي عمليه بما انه الديسك شائع بما انه عمليه الديسك شائعه اكيد بده يكون في مشاكل محتمله حتى لو كانوا اقل من 2 3% او 5% قبل ما نحكي عن المشاكل اللي رح تتأتى من وراء عمليه الديسك في حال ما توقينا او في حال لا سمح الله صار شيء، خلينا نكفي بالصوره الثانيه اللي شفناها اللي رح تحكي عنها بالعلاجات هدول كليبسات هو البراغي اه براغي أيه. براغي وفي بين الخامسه والاولى في زبد كاج او مثل قفص مزبوط هو هذه آه نوع من العلاجات اللي بنستعملهم وقت يكون في تخلخل بالعظم او وقت اللي بيكون الديسك رجع روجع مره واثنين ونحن بدنا نثبت الفقرات بنثبتهم بهالطريقه لحتى ما يرجع يروجع ثالث مره او رابع مره اوكي و... و... تنقول انه مش بس طريقه واحدة للعلاج الجراحي في عده طرق في هذه الطريقه اللي حكينا عنها اللي هي مش لازم تنعمل بكل ديسك بس تقدر تنعمل وعنا إياها تحت متناول ايدينا تنشوف كمان الصوره الثانيه اللي كمان ايه. هي احدى العلاجات هذه الطريقه الثالثه اذا بدي إذا بنطلع على الصوره بنشوف اشياء بيضه بين مصبوط. بين العضمه والعضمه الفوقانيه هو هذا ديسك ارتفيسيال يعني انتو مثل... حطيتوه محل الديسك العادي لا هذه مش مش نحنا عم... مش نحن عاملينه يعني أنا هالشيء بسوره <applause> بس أه بينحط هذا الديسك هذا ديسك ارتفيسيال هي مثل نوع من من الميتال او ايه. من نوع من اه يعني شيء آه 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 مثل مفصل اذا بدك اصطناعي بس جوات جوات الديسك لحتى يضل الديسك يتحرك لانه هو شغلته انه يتحرك الديسك شغلته انه يخلي العظمتين يتحركوا بالصوره اللي قبل نحن ثبتنا الفقرات يعني هذا الديسك بين الخامسه والاولى ابدا ما راح يتحرك أوكي. او ما لازم يتحرك لحتى ما يصير في عنا ريكورنس او أوكي. لما يرجع الديسك بينما بالصوره اللي بعد اللي حكينا عنها هيدا المفصل الفوقاني عم يتحرك المفصل التحتاني ما عم يتحرك لانه مثبت بس هيدي كمان طريقه ثانيه لتثبيت الفقرات اللي هو انه ينحط القفص من قدام من الامام إيه؟ مع هول البراغي والبلاك ينحطوا من قدام هذه كمان طريقه ثانيه لعلاج مش بس الديسك بس انه اذا بدك اذا في مشكله بسلسله الظهر وإذا في كبسه على العصب أيه واذا في تديّو واذا في ديسك عملنا مشاكل او اذا عملنا نحن عمليه من وراء وشلنا الديسك والتهب من طريق تانية ما في التهاب بيروحوا من قدام وبنحط هال هال هون انت, هو. أنت من أم... أم شو هني الكومبليكاسيونات يعني انت بنحكي الفرق بين المشاكل اللي بتجي من بعد العمليه او خطا طبي بهيك حاله لانه هيدي اشياء كثير دقيقه ودغري العالم يعني اذا ما تفسر انه ممكن يكون يصير معكم واحد اثنين ثلاثه دغري بيقولوا هيدا الحق الحكيم صح؟ مزبوط مزبوط 100% هلا فيها لانه مثل ما حكينا انه هي عمليه شائعه فيها كثير مشاكل لانه في كثير عمليات تنعمل هلا المشاكل المقبوله اذا بدك او بالستاتستيك بال بال انه اكثر شيء ممكن تصير اللي شيء ممكن تصير وبكل العمليات هن التهاب ونزيف اوكي الشغلتين الطب ما في عليهم أه. موجودين بكل العمليات نعمل أه. عمليه ضفر عمليه زايده فيها خطر التهاب خطر نزيف كما انه بهالعمليه بهال اللي هي عمليه الظهر كمان في خطر التهاب خطر نزيف خطر خصوصي بها العملية على العصب موجود بس انه يصير في شلل من وراء عملية ديسك بالظهر نحن ما عم نحكي بالرقبة إيه؟ عم نحكي بالظهر يصير آه خطر انه يصير في شلل كتير كتير قليل كثير قليل بقى اذا بده يصير شيء يعني بده صار شيء كتير جراف لحتى ما يعود يقدر المريض يحرك خصوصا انه هن نحن اكثر شغلنا هو على الكاتال الكاترال-5 وعلى اس آ يعني نحن بعاد عن النخاع الشوكي او الموال يعني التنياك. يعني فينا نحكي اذا صار في شلل هو في خطا طبي فينا نحكي فيه ايه هلا ارتخى بالعصب بيقدر يصير لانه العصب بيكون تعبان ايه بعدين لا بيرجع بيتحسن ايه. هو موجود موجود واذا موجود بدك شائع كمان شائع نعم هلا بنعمل شوية علاج فيزيائي هون العلاج فيزيائي كتير مهم بعد العملية بعد العملية لحتى نقوي عضلات الأجر اللي هي ممكن قبل العملية تكون رخوة وبعد العملية ضلت رخوة مشان هيك بنرجع بنعالجها لحتى ترجع تتحسن أه بعد في أشياء ثانية إيه؟ بعد بدك تزيد شيء عن هذا قبل ما ننتقل للرقبة لأنه الوقت عم بداهمنا لا. ما في مشاكل تانية مش ايه بس نحن بدنا نحكي, نحكي, نحكي انه هؤهن الأكتر الاكثر شيء شائعين ويعرف المريض يميز بين انه في مشاكل يعني لما المريض بيجي لعندك بيقول لك ايه بعد في ب... ايه ايه بات سوري بعد في انه يرجع يروجع الديسك هذا كثير بتنسأل ايه بتنسال هيدي ايه بتنسال كثير هي 3 ل 5% هو الاحصاءات اه يعني حتى لو روجع مش بالضروره يرجع يعود عمليته ويعمل عمليه المريض يقدر اه تنعالج بالادويه او بالطريقه اللي كنا عم نعالج فيها قبل العمليه اه اه ذكر، فاذا هون تنقول العلاج اه بعد العمليه كمان بتعطوا شيء علاجات مسكنات وجع وانتي انفلاماتوريات مضادات لل عادة مش للالتهاب للاو انتي انفلاماتوار آه بعد العمليه آه عاده بنعوز لفتره قصيره وبعدين خلص والكرسي ما بتلبسوا بعد العمليه نحن لا وفي ناس من قبل كانوا يستعملوها كثير بس هلا نحن ما بنحس انه لازم مريض اذا كان عنده بس ديسك نوصل <applause> على الرقبه نعم ما فينا ما نحكي عن ديسك الظهر ونحكي عن ديسك الرقبه والرقبه هي حامله كل همومنا ومشاكلنا <applause> حامله راسنا <applause> وحامله راسنا واذا يعني ما بعرف قد ممكن هالرقبه تتحمل يعني شو سبب هالديسك بالرقبه <applause> عاده في اشياء كثيره كمان <applause> الحمل يعني واحد اذا بيحمل بايده ايه مزبوط هيدي وحده من الاشياء اذا كان اذا وقع اذا عمل حادث سياره نخعت رقبته اذا بيقعد كثير على الكمبيوتر واللابتوب شو رايك فيهم هدول هيدي كثير مهمه هلا حاليا لانه بنشوف كثير ناس هيك اغلب الشغل صار على الكمبيوتر واغلب الاشخاص صاروا على اللابتوب وعلى السلولار وعلى, السلول. وعلى بقى بيضل واحد ناخخ رقبته بس تينخ رقبته بيزيد الضغط على الديسك اضعاف <applause> من انه يكون رقبته جالسه مشان هيك نحن بننصح كمان من الاشياء الوقائيه انه حتى وقت بده يقعد على الكمبيوتر يجلس رقبته اذا كان في عنده يكون ايه ايه يكون دغري حتى كرمال ظهره لازم يكون اجري 90 درجه 90 درجه ويكون قاعد لحتى ما يأذي ظهره مثل ما قاعد هلا انا وياك 90 درجه نعم آه تقريبا هيك تقريبا تقريبا و وكمان وقت اللي بده يشتغل حتى على السيلولار يعلي عليه مش هو ينزل لحتى ما ي... يأذي رقبته هلا اعتبرنا صار في عنا ديسك بالرقبه ديسك الرقبه بده يعطي اشاير على على الايد وعلى الكتف اكثر شيء وبين الكتف بيقدر يعطي وجع بين الكتف مثل ما بيعطي وجع على الظهر ديسك الظهر وبعدين بصير يمد على الايد كمان على الاصابع بيتنمل اصابع الايدين وجع ممكن ينشل وجع وجع وجع, وجع. وجع. وجع كثير قوي ومش محمول واوقات تنميل كمان اه اوكي ومنعرف كمان بمحلات معينه يعني انه اي اصابع هي مسؤول اي عصب مسؤول عن عن هذا الوجع اوكي بالفحص اللي بيجي لعندك المريض اكيد بالفحص رح تعرف اي فقره مصابه واكثر شيء اي هن الفقرات اللي بيصابوا ديسكان بتعتقد الواطين او طشي مثل الظهر يمكن ولا غلطانه تقريبا بلا بلا <تصفيق> بلا, <applause> بلا. هول هن هن c 5 سي 6 سي 6 سي 6, 6, 6, 6. هيدا اللي اكثر شيء <applause> بينصابوا <applause> وهلا نحكي شوي بالعلاجات أه وقتها ما دغري كمان بنروح على العمليه أه ما بنشوف العالم لابسه طوق <applause> الطوق بيمنع بذكرنا اكثر شيء اذا بدك نحن ما ننزل رقبتنا إيه. نحن عم نشتغل او نحن عم نسوق اذا كان عندنا سواقه طويله او اذا كنا حط رايحين نحن بالطياره تنعتبر مسافات طويله كمان اذا عندنا ديسك بالرقبه افضل انه نحطه لحتى نحافظ على الرقبه ما تنخ كثير وما تنوجع وساعتها بتريح وجع الرقبه لانه تشنج الرقبه كثير مزعج هلا آآ 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 شو غير الطوق آآ. كنا عم نحكي العلاجات هي في في واحد ياخذ انتي انفلاماتوار او يأخذ أدوية ايه وبدنا نحكي على الفيزيوثيرابي وكمان الادويه ذات الشيء هلا بالفيزيوثيرابي كمان مثل ما حكينا يعني اذا كان في اوجاع كثير كثير قويه افضل انه ياخذ الواحد ثلاث ما قبل بس كمان في عنا اشياء ثانيه مثل يحطوا مثل ديب هيت او الترا ساوند او شيء يرخوا العضلات اللي أه. موجوده بالرقبه بيقدروا يساعدوا بهالموضوع هلا تراكسيون في في ناس كتير بفضلوا مشنقه بدي احكي عن مشنقه ايه مشنقه بفضلوا كثير ناس يعملوها اللي هي بتوسع محل محل العصب ما بيطلع محل الفرامن محل بين الفقرات فمشان هيك تراكسيون اوقات مهمه بس بدها تنعمل دغري يعني بده افضل انه تنعمل بالبيت قبل ما اكثر من التراكسيون؟ عشيه أكتر شيء عشيه أكتر أدي الوقت؟ الوقت بين 10 دقائق وربع ساعة والوزن حسب أي نيفو بالرقبة أنتم بتعطوا الوزن نعم والفيزيوثيرابوت بيساعد بهالموضوع يعني أو ببلشوا مثلا ب 3 كيلو بعدين 4 كيلو أو 5 كيلو أيه. هول هني. قد دي ممكن ديسك الرقبة يعمل وجع راس؟ بيعمل بيقدر يعمل ميجرين؟ الديسك الرقبة هو بحد ذاته ما بيعمل ميجرين بس العضلات وقتها يتشنجوا بالرقبة ما هني بيلقطوا على كعب الراس من هون مش هيك بيعمل وجع بكعب راسه هيدي بتعطي اوجاع بس اغلب الاوجاع اللي بتجي بالراس ما بتكون من الرقبه أوكي. يعني هذا حتى نعكسها حتى نعكسها حتى نقول مش كل شيء له علاقه بالرقبه مزبوط لأنه لما... كمان اوجاع الراس شائعه مثل اوجاع أكيدة اكيد بلكي بنحكي فيهم بحلقه بحلقه مقبله دكتور لواء لما بنوصل للعمليه العمليه هل هي خطره بقد عمليه هل ممكن نصاب بشلل بهالعملية العمليه؟ خطوره أكتر. الشلل اكثر من نا. عمليه نا. الديسك الظهر. عمليه الديسك الرقبه هي بتنعمل من قدام عاده لحتى نشيل الديسك بعكس عمليه الديسك الظهر اللي بتنعمل من ورا من ليش؟ آه لانه في عندنا الدوده او النخاع الشوكي موال ابينير سبينال ايه. كورد سميتلك كي اياهم كيف بقى هي موجوده من ورا <applause> نحن اذا بحاله الديسك الديسك موجود من قدام سو من قدام <applause> آه على القسم الامامي من الديسك بنشيل الديسك بننطفه وبنحط محله مثل قفص او كاج وبنحط بلاك مثل بلاك اللي شفناها اخر شيء <applause> بالصوره اللي اخر وحده بلاك يعني مثل يعني صفيحه نفس الشي صفيحه ما براغي نفس الشيء كمان يعني تقريبا بس من قدام من قدام فرق من انه هي بس من قدام اوكي هلا في <applause> حالات من ورا هي بس لتحرير الاعصاب هي حالات قليلة هل من لبس؟ أو إذا كان مش ديسك إذا أيه. كان في تديق بالفقرات صار شيء موضوع تاني مش عم نحكي عنه أي. لا نحن خلينا بالديسك هلا لانه ما رح نتشعب لانه يعني. اكيد في كثير اشياء كثير واسع، هل بنلبس الكوليه بعد العمليه ولا منه ضروري؟ كمان في اطباء بفضلوا يكون آه، الكلية موجود انا واحد منهم بفضل ان يكون موجود على ست اسابيع بعد العمليه هلا بيقدر يشيله ويحطه بس تا يكون نايم بشيله بس انه هيك اذا آه، بس بدك آه، بس بسيكولوجيك ما لأ لأ احسن انه أحسن. كانه نحن ثابتين له رقبته لحتى كان لحم العظم اللي هو هذا هدف الهول بلاكيت والغراض والانسترومنت اللي بنحطهم لحتى يلحم العظم دكتور خلص وقتنا بدي اتشكر حضورك وعذبناك آه شو كلمة أخيرة بتحب تقولها للمشاهدين يلي عندهم ديسك واللي آه بخافوا يجوا يعملوا عملية آه أول شيء بدنا نقول لهم أنه أول ما يصير في عندهم أوجاع وإذا كان هن بيوثقوا بطبيب بي العائلة أو طبيب الخاص يستشيروا أول شيء وبعدين هو بيوجههم هلا اذا بيحبوا اذا يتاكدوا من طبيب اختصاصي صار في عنا اطباء اختصاصيه مش ضروري يكون جراح اعصاب او حكيم عظم في اطباء اختصاصيه بيشتغلوا بس عمود فقري <applause> هول هن الاشخاص اللي اكثر شيء اذا بدك بيقدروا يساعدون بهالموضوع خصوصا وقت يكون في عندن اشياء صعبه او مشاكل او عملية معموله قبل او هيك صار في اختصاص بحد ذاته هو اختصاص العمود الفقري <applause> يلا كل شيء عم بيتقدم والطب عم بيتقدم والسو سبيسياليتي عم بتتقدم كمان انا بدي اتشكر حضورك برجع للمره الاخيره دكتور قليل واختصاص جراحه اعصاب ودماغ وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية معك خصوصا بخصوص الصداع لانه هيدا بهم كثير من العالم مشاهدينا لحد هون بتخلص حلقتنا لليله بدي اقول لكم شغله على دكتور الواق إذا عندكم مشكلة بالسيارة دخلكم بتفوتوا على الإنترنت بتشوفوا ولا بتروحوا عند دغري عند الميكانيسيان ما هو صحتكم كمان مفروض تروحوا لعند طبيبكم الخاص يلي هو بيقدر يرشدكم تتشوفوا شو عندكم أمراض وتلحقوها بالأول تتقدروا تدووا ودمتم بصحة جيدة وإلى اللقاء بحلقات مقبلة